مساء الخير أصدقائي، النهاردة هنتكلم في موضوع. الموضوع ده يعتبر أهم موضوع في الرسم عموما، يعني الموضوع ده في ناس كتير بتغلط فيه وخصوصا في المبتدئين. الموضوع ده احنا هنتكلم ازاي ان انت تعمل مقياس للوش، ازاي ان انت تطلع الوش بشكل مظبوط والنسب مظبوطة. في بعض الناس بترسم ولكن بيكون في مشكلة عندهم بعد ما بينتهوا من الرسمة، اللي هم الناس اللي بيرسموا بالطريقة العشوائية المبتدئين، بعد ما بينتهوا من الرسمة بيتفاجئوا إن في مشكلة في العين، عين أكبر من عين، كمان بيتفاجئوا ممكن يكون الوش طويل، الوش رفيع، خد أكبر من خد، على حسب المشكلة اللي هم وقعوا فيها. طيب ده إيه السبب بتاعه؟ السبب بتاعه إن هو ما خدش مقاسات يعني للوش. لازم يعمل مقياس للوش، لازم يقيس الوش، يقيس كل شيء في الوش. يعني احنا هنتكلم بطريقه يعني يعتبر طريقه مبدئيه، والطريقه دي احنا مش هنقول ان هي طريقه ثابته، ولكن هي طريقه بس علشان خاطر تديني انا كمبتدئ يعني اساسات امشي عليها. تمام، يعني محدش يقول هو جاب النسب دي منين، الطريقة دي للمبتدئين بس علشان خاطر يبقى عندهم نسب يمشوا عليها. تمام، لو احنا هنتكلم يعني عايزين نرسم الوش بطريقة سليمة او طريقة صحيحة، هنبدأ نرسم الوش بمقياس رسم او مش مقياس رسمي، مقياس يعني احنا بنحطه علشان نمشي عليه. تمام، هنبدأ ازاي؟ هنفترض يعني حاجة كده افتراضية، هنفترض ان الوش بتاع الانسان مكون من 3 أجزاء في الطول. هنقول مثلا مثال ان المنطقة من هنا لحد هنا نفس المنطقة من هنا لحد هنا نفس المنطقة من هنا لحد هنا، يبقى معنى كده ان الوش بتاعنا 3 مقاسات. تمام، ونفس النظام برضو لو احنا هناخد من النص من هنا لحد هنا، هنلاقيه من النص من هنا لحد هنا، وفي نفس الوقت هيبقى من دي كد دي برضو، يعني يعتبر الوش كله متجاز. طيب الطريقة دي هي طريقة مهمة جدا، والطريقة دي هتساعدك ازاي ان انت ترسم رسمة بشكل مظبوط والمقاسات فيها مظبوطة ومفيش حاجة اكبر من التانية، ولا الوش طويل ولا الوش رفيع ولا الوش قصير ولا اي شيء خالص. تمام، هنبدأ ان شاء الله نرسم الرسمة، نرسم وش انسان بالطريقة اللي انا شرحتها لكم. في كمان قبل ما نبدأ الرسم، في انت ممكن تضيف تفاصيل تانية، يعني ممكن تضيف مقاسات من عندك لكل جزء في الوش. انا هدي لك المفاتيح وهقول لك برضو ازاي ممكن تضيف تاني، يعني انت لو حابب تتعمق اكتر في مجال المقاسات في الوش يعني. تمام، طبعا انا مش هتكلم بكل شيء في درس واحد، لان الموضوع ده محتاج عدة دروس تانية هنتكلم فيها بعدين ان شاء الله، اللي هو نظام التشريح. وطبعا التشريح ده هيكون بعدين، يعني مش في الوقت الحالي. الفيديو احنا عاملين فيديو للناس اللي هي مبتدئة والناس المحترفة برضه، مفيش مشاكل. لو هو مثلا هياخد معلومة حاجة ويضيفها يزود بيها المجال بتاعه، مفيش اي مشكلة. تمام، احنا دلوقتي هنبدأ نقسم الوش بالمسطرة. تمام، بنشوف هناخد مساحة الوش هيبقى مساحته ايه، وليكن مثلا يعني مثلا هنقول ان الوش هناخد من هنا نعمل خط كده. تمام، وهناخد مثلا من عند الجورة لحد الحواجب 5 سنتي وليكن كده، كده مثلا وناخد ال هناخد 5 سنتي من الجورة كده ونعمل خط كده. تمام،
ومن هنا لهنا برضو 5 سنتي، نعمل كده. لازم المقاسات، بس المقاسات دي مش أساسية يا شباب، علشان خاطر دي بس حاجة بتظبط بيها الوش، تمام. احنا كده عملنا الخطوط اللي هنمشي عليها في رسمة الوش. طيب عايزين دلوقتي نبدأ في رسم الوش. هنا مثلا هنجيز دي، او مش هنجيزها بالنظرية يعني علشان ما تتعجبوش وكده، هنعمل هنا كده، تمام، وننزل كده، ويا ريت يبقى فيها، طب نقوسها كده شوية في الحتة دي، تمام كده يعني، اهو كده، والناحية التانية برضو كذلك الأمر. وهنا نعملها عبارة عن دايرة شوية، تمام يا شباب. بعد كده دي هتطلع لفوق شوية كده، بحيث ان يكون الميزان بتاعي ده ماشي. وهنا نبدأ نرسم العين. طبعا في حاجات يعني ممكن انت توزن عليها، مثلا تاخد خط تاني كده، اخر العين من فوق هيبقى مثلا كده، تمام، اخر العين من تحت هيبقى مثلا كده او كده، تمام. تاخد مقاسات، تاخد مقاسات بحيث ان العين دي تبقى قصاد دي، ولو انت هتقيس من المنطقة دي لبداية العين هنا يبقى قيس هنا. يعني مثلا انا هاخد دي مثلا نص سنتي كده وليكن مثلا، او سنت، خلينا في نص نص مثلا هنا، يبقى العين هتبدأ من هنا ماشي. اهو العين هتبدأ كده وتنتهي هنا، تمام. وهنا نفس النظام برضو، لو انت عايز تعمل مقياس للعين نفسها من هنا لهنا كام عادي، وتبقى كده. اهو طيب هنا نفس النظام برضو، هناخد برضو هنعمل، هنقيس من هنا لحد هنا نص سنتي، العين هتبدأ بتاعتنا من هنا كده، وتنتهي كده. لو انا عايز اجيز دي المسافة دي عادي هينفع اجيزها ماشي، بس انا بتكلم لو انت عايز يعني ايه، المفروض ان انت تقيس المسافة دي، المفروض يعني عشان تكون انسان دقيق فلازم تعمل مقياس. يعني انا عندي من هنا لهنا 3 سنتي، وعندي من هنا لهنا، يعني هقولها ناخد كده هنكبرها شوية كده، تمام، وهنا نكبرها شوية كده، يبقى انا عندي العين دي كد دي، تمام. بعد كده ابدأ بالحواجب، اطلع كده وانزل بالحاجب طبيعي خالص. وهنا نفس النظام برضو، طبعا الخطوط اللي في النص اللي هو الخط ده والخط ده وده، ده كله هيتشال. يعني ده تحاول ان انت تخلي ايدك خفيفة فيه بحيث ان ما يعملكش مشاكل وانت بتشيله يعني. المفروض هنا يكون في مقاسات برضو ماشي، بس انا مش عايز اتوهكم، احنا بناخد طريقة بدائية بحيث ان انت تظبط بيها ان شاء الله. في هعمل لكم فيديو تاني، الفيديو التاني ده هيكون فيه كل شيء بالتفصيل بالظبط، ازاي تعمل مقاسات لكل شيء، تمام.
احنا قلنا من هنا لهنا 5 سنتي، يعني هقيس من هنا لهنا عند البوج لحد الدجن تبقى 5 سنتي، يعني انا نهاية الدجن بتاعتي وليكن مثلا هنا، وبرضه على حسب التنسيق بتاعي. تمام، يعني انا ممكن انزل على 5 سنتي عادي، مش مشكلة يعني، بس يكون في تنسيق او يكون الشغل بتاعي منسق. طبعا انا علمتكم في فيديو سابق ازاي ترسم الشفايف، ماشي، وازاي ترسم العين. اللي ما شافش الفيديو بتاع الشفايف او العيون او ازاي يرسم العين وكده، يا ريت يشوف الفيديو علشان يبقى هو اتعلم ازاي يرسم الشفايف وازاي يرسم العين ويطبق رسمة الوش بالمقاسات، الدنيا هتبقى مظبوطة معاه خالص. تمام، طيب انا قست الوش طول في العرض، محتاج دلوقتي اقيس المسافه من هنا لهنا عشان يبقى الخدود معايا مظبوطه، طبعا من اول العين من هنا كده، تمام، لان دي هتنزل كده والتانيه نفس النظام من اول هنا، وليكن مثلا 5 سنتي زيها برضو، زي ما احنا قلنا ان من هنا لهنا 5 سنتي، ومن هنا لهنا 5 سنتي، ومن هنا لهنا 5 سنتي، نفس النظام من هنا لهنا 5 سنتي، ومن هنا لهنا 5 سنتي، بحيث ان الوش بتاعنا يبقى ماشي مظبوط. يعني انا الوش بتاعي هيمشي كده في الحدود دي. تمام، وانا اخري هنا، يعني انا هعمل هنا نهاية الشعر بتاعي. الدجن انا ممكن انزل بيها، يعني التنسيق بتاعي حسب الصورة اللي انا برسمها، ماشي. فانا مثلا في انسان مناخيره كبيرة شوية، في انسان مش عارف ايه، فاهم؟ فكل ما انت تشوف التنسيق بتاعك ايه بالظبط. تمام، بعد كده هعمل الود، هعمل الشعر. لاحظوا ان الودن تبدا من عند المناخير من هنا دايما، يعني ركزوا في اي انسان وتبدا من هنا، من بدايه العين لحد المناخير، يعني المفروض الود تيجي كده، تمام، او من الناحيه دي كده لحد المناخير. اهو بعد كده أعمل الرقبة.
والتظليل عندنا. طبعا التظليل ده هيبقى تظليل عشوائي لحد ما انا اعمل لكم فيديو مخصوص ازاي تظلل الوش. تمام، احنا دلوقتي في بدائيات الرسم، بعد كده هندخل في مرحلة التظليل. عايزكم دايما تاخدوا بالكم ان الظل من هنا حد كده بيبقى غامق، من هنا بيبقى فاتح، ماشي، ومش كله برضو. هنا بقى التجاعيد لو انت حابب تعملها هتعملها، مش حابب تعملها براحتك. تمام، في ناس بتعملها كده مثلا، وفي ناس بتعمل التجاعيد عادي، وكل انسان بيشتغل بمزاجه، يعني كل انسان بيشتغل بالطريقه اللي هي تناسبه او حسب الصوره اللي هو بيرسمها. في انسان هنا التجاعيد باينه عنده، وفي انسان مش باينه. ان شاء الله انا اعمل لكم فيديو تاني عن تظليل الصورة. تمام، يبقى كده انا قدرت ارسم الصورة بالمقاسات دي، ولا في جنب كبير ولا في جنب صغير ولا اي شيء، الصورة مظبوطة وفي النص وتمام التمام. اتمنى ان انتوا تمشوا بالطريقة دي باستمرار، واتمنى يعني ان انتوا اذا عجبكم الفيديو تعملوا اعجاب بالفيديو واشتراك في القناة، وشيروا الفيديو لاصدقائكم علشان خاطر اللي عنده صديق بيرسم، او اللي عنده حاجة حد بيرسم، او ان هو حابب يتعلم. تمام، يخلي الفيديو عنده بحيث ان هو يشوفه في اي وقت. شكرا جدا لكم.